السلام عليكم. كشف تجمع وكلاء السيارات الجزائريين عن قائمة الوكلاء الثمانية المودعين للطعون لدى اللجنة وزارة الصناعة، والممثل الأول هي شركة ALC ممثلة علامة الصينية شيري، والشركة الثانية هي أيمن أوتوموبيل للشاحنات الخفيفة لعلامة جاك، والمؤسسة الثالثة LD أزواو إن شاء الله الكونتاكت هانيشان، ويمثل علامة ماهندرا لجرارات، والشركة الرابعة سيريال أوتو هاندلر لعلامة بايك والزد إكس أوتوموبيل. ويتعلق الأمر أيضا بالشركة أور باسنجر كار لعلامة كيا وهيونداي للمركبات النفعية، وشركة سوفي دام لعلامة ماهندرا وجيلي للسيارات، وشركة مغرب تروكس كومباني للشاحنات مان الألمانية، وآخر شركة هي بن وطاس لصناعة العتاد الأشغال العمومي تمثل علامة هان غيشاي وماكسويل. ووفقا لما صرح به تجمع وكلاء السيارات للجزائريين لجريدة الشروق يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، فإنه بعد التحفظات التي قدمتها اللجنة التقنية بشأن ملفاتهم ينتظر هؤلاء كلمة الفصل حول الملف، خاصة وأن المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي المنصرم يفرض على لجنة الطعن الرد على طرف المعني في ظرف 20 يوم فقط. وحسب التجمع فإنه بخصوص المتعامل الذي تم رفض ملفه بسبب العقار الذي يحتوي على المنشأة والذي تم وصفه بالعقار الفلاحي، فإن المعني وبعد تلقي تحفظ وزارة الصناعة قام بتسوية الوضع عبر قرار قضائي تم وضعه على طاولة لجنة الطعن يتضمن كافة التفاصيل، ويؤكد أن نشاطه التجاري يسير وفق مستخرج من السجل التجاري، إلى أنه لم يلقى ردا على الطعن لحد الساعة. وقالوا أعضاء تجمع وكلاء السيارات أن هامش الربح تسويق السيارات يتراوح ما بين 10 و15% في وقت يشهد نشاطهم تجميدا منذ 5 سنوات، وينفق وكلاء السيارات المعتمدين شهريا ما متوسطه 500 مليون سنتيم بين تكلفة إيجار المنشأة ورواتب العمال وأعباء الاجتماعية، ويسعون إلى الاحتفاظ بكافة مناصب الشغل خاصة في مجال خدمات ما بعد البيع، في حين يشتكون من تجميد نشاط استيراد قطع الغيار منذ تغيير دفاتر الشروط الخاصة بنشاط استيراد المركبات. سلام.